اذا هنا جيت باش نناضل على الحقوق المشروعه ديالنا بطريقه حضاريه. حنا كما ديما راه باقيين تنتسناو انه الحوار يتفتح مع الوزاره. وبالنسبه للامر اللي سولتيني عليه، حنا المطالب ديالنا الصيدله كنعانيو منها هذه سنوات، وهذا البويكوت حنا داخلينه وعارف الوزاره انه لا حققت لنا المطالب ديالنا. كما كاين ياك تقولوا سهله لا حققتوها، حنا غنخرجوا من البويكوت فهمتيني. دونك الفارماسي ربما الوزاره كانت ذكيه تلقى معاهم الحل، غير تهناو من واحد الفيليان. دونك حنا بكل احترامي للوزاره واي واحد خدام فيهم خدام في الوزاره، حنا باغيين الحوار يتفتح وموجودين اننا نجلسوا معاكم. لما بغيتوش تهضروا مع دي غوبريزونطو نهضروا، حنا الطلبه حنا راه واحد نهضر عليه ماشي واحد، راه حنا كاملين مجموعين كيهضر بالصوت ديالنا كاملين. فاذا ما بغيتوا تفتحوا الحوار حنا موجودين وكنطالبوا به. الصيدله اليوم جينا ناكدوا على استقلاليه هذه الشعبه، هذه على شعبه طلبه الطب. والهدف ديالنا اليوم هو اننا نفتحوا باب الحوار مع الوزاره، وكنطالبوا بهذوك الاهداف ديالنا اللي عطوهم الممثلين ديال الصيدله انهم يتكتبوا في بي في ويتكتبوا واضحين باش يتحققوا. وهالشي كامل من اجل اصلاح جوده التكوين ديالنا اللي كنغيروا عليها بزاف، واللي فخورين بشعبه ديالنا كصيادله المغرب ان شاء الله.